السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديد ديال اليوم. الفيديو تتم ديال الدرس اللي سبق اللي درت معكم ديال طريقة أخذ القياس على جلابة اللي واجدة، وكنت قلت لكم بأنني غندير لكم التطبيق ديال ديك المقاسات هادوك. إن شاء الله هنصوبهم اليوم في الفصالة. المقاسات اللي كنا خدينا، كنا خدينا الكتف فيه 38، الصدر خدينا نصف الصدر 52، 52 اللي نقسموها على جوج كتساوي 26، 26 غنزيدو لها سنتيم بالخياطة كتولي 27، الوسط هنقولو تقريبا هي 50، 50 هنقسموها على جوج كتساوي 25، زائد واحد سنتيم بالخياطة كتساوي 26، ولي غونش حتى هي نقسموها على جوج كتساوي 27، زائد واحد سنتيم كتساوي 28، الكم غنزيدولو جوج سنتيم كتساوي 60، والطول غنزيدولو 6 حتى 8 سنتيم، غنزيدو 6 سنتيم كتساوي 146، الكتف كنقسموه على جوج كتساوي 19، زائد واحد سنتيم بالخياطة كتساوي 20. إذا هادو هما القياسات اللي غادي نخدمو بهم اليوم إن شاء الله، نطبقوهم على هاد التوب. ندوزو للتطبيق. أنا هنايا أنا واخدة تقريبا 3 متر، لأنني غادي نصوب اليوم غندير معاكم الفصالة ديال الجليبة ديال الأم، وإن شاء الله الفيديو القادم غادي يكون الجلابة البنيتة، لأن هاي تكون ديك ماتي. غنديرو ان شاء الله الجليبه ديال الام بنتها. اما بالنسبه اللي غادي يفصل عادي فكيكون الكوبو عادي، يعني تقريبا 32 40، المهم على حسب السيده واش طويله غليظه، داكشي فاش كتبقى القياسات. انا نطويت الثوب كي كتشوفوا معايا، دابا انا طويت الثوب، طويتو على 4. كاين هنايا هاد الجهه اللي كتكون عندنا بالطول بحال هكايا، طويتو على جوج، ومن بعد رطيتو على 4 باش غادي نفصل الربوعه بجوج بهم دقه واحده. انا هنا ماشي غنصوب جلابه ايبازي، غنصوبها جلابه دروه بالمفتيحات في الجناب، داكشي علاش ما نحتاجش الايبازي في الجلايب بزاف، داكشي علاش انا دابا طويتو على 4. كتلاحظوا معايا خليت هنايا، راني مخليه تقريبا هنا راه شي 4 سنتيم هنايا اللي راني مخليه، عندي هنايا شي تقريبا هنا 3 سنتيم ولا 2 سنتيم ونص مشيالي غير في الحاشيه. الحاشيه هنايا جايه كبيره، وكي كتشوفوا هنا دابا الثوب شو كي داير مكمش عاد الا زدنا خيطنا. المهم هاد الحاشيه فكنحيدوها من الاحسن باش ما كتجيناش الخياطه مكمشه، سواء كنتوا غتصوبوها بالطراسان ولا باش ما كانت، يعني هاد الحاشيه كنحيدوها. هنا 19 سنتيم زائد واحد سنتيم ديال الكتف، هنا غادي ندخلو ب 8 سنتيم، هادي تقريبا كتبقى قاعدة. هنا كنهبطو الميال الكتف 3 سنتيم، هنا كنصوبو الرقبة ديال الخلف كنهبطو بجوج سنتيم، ود الأمام هنهبط هنايا كنديرو هنا كنهبطو ب 9 سنتيم ديال الأمام، ما نطراسيوهاش هنايا على الخلف باش ما تمشيوش تغلطو وتقطعوهم جوج دقة واحدة. أنا طراسيت هنايا فين هاد جيني حتى نسالي ونحيد الخلف عاد نقطع ديال الامام، هادي طولها البال بزاف. هنا كما كنا حسبنا عندنا 21 سنتيم، نديرو خط خط السطر عفوا، ونبطو هنايا بهاد الخط عمودي، نديرو غير وهمي. من بعد غناخدو البيروكي ديالنا، السطر عندنا فيه 26،
سنتيم كي قلنا. هنا عندنا الصدر فيه 26 زائد 1 سنتيم الخياطة هي 27. غنهبطو 38 سنتيم ونهبطو 60 سنتيم. نديرو هذا الخط هنا ناخدو بيروكي نصوبو بها نصوبو به الدوران ديال الباط ديال هنا 26 هنا عندنا 28 هنا كنهبطو التالي ديال الشلابة بحال هكا وهنا كنقومو يعني كنقطعو على ديك التراساج اللي راحنا درناه كنقطعو الأمام والخلف في نفس الوقت من بعد ما قطعت كنحيد الخلف وباش كندير التعديلات ديالي على الامام. فالتعديلات اللي كتكون اننا كنهبطو ب 9 سنتيم الرقبه ديال الامام كنمشيو بها بشكل ماشي دائري ماشي في يعني تقريبا في شي شويه دائري. من بعد هذاك التركيز اللي كنا هبطنا به ب 21 سنتيم كنقسموه على جوج وكندخلو جوج سنتيم كنقدوها بالبيروكي ديالنا باش كنصوبو الحرده ديال الاب ديال الامام باش ما كيجيوناش ديك التكامش في الجلابه يعني من القدام. من بعد كنحيدو واحد سنتيم من الكتف باش ما كيتجيناش ديك الدوره التركيز كبيره من بعد ما دخلنا بديك جوج سنتيم. واستسمح يعني مشى لي هذا المقطع هذا ولكن كندخلو واحد سنتيم هنا يعني في خط الوسط ماشي في الصدر اولا في ليهونش كندخلو واحد سنتيم في خط الوسط بالنسبه للظهر باش ما كتجيناش الجلابه مبوقه. اللي بقى لنا هو غادي نفصلو الكمام. اول حاجه هناخدو هاد الدورة د الإبط هادي كناخدو هاد المسافة هادي عندنا 23 ومن بعد نحسبو هاد الدورة هادي لي عندنا باش كيجينا الكم قدو قد الدورة التركيز يعني بحال هكايا. أنا عندي تقريبا 28 هنايا تقريبا راه يعني هادي كفينا كنهبطو من هنا 12 سنتيم. هنايا عندي ديك 8 تقريبا ديك 28 اللي حسبت في الدوره ديالكم هي هادي 28 المنتصف ديالها 14 هاد 14 عاوتاني النصف ديالها هي 7 عاوتاني هاد البلاصه هادي غادي نقسمها على جوج. اذا هنا غادي نهبط هكايا بواحد سنتيم وهنا غادي نطلع بواحد سنتيم ونلاقي النقاط. هنا كنديرو الطول ديال الكم ديالنا 60 سنتيم هنا على حساب الفم ديالكم على حساب الرغبة ديالكم غنلاقي هاد من بعد كنجيو تقريبا النص هنايا وغادي ندخلو
وغادي نلقيوها بحال هكا. هنا هادي من الاحسن كتكون دايره شي شويه، كنصوبوها باليد، وهادو نلقيوها ب هذا غيكون هو الكم ديالنا. انا نعبروه باش نتاكدوا واش القياس ديالنا اللي عبرنا هو هذاك او لا. انا عندي 28 هنايا، وكنخليو تقريبا 1 سنتيم زايد. اذا باش ما كتجيناش، خصوصا السيده هنا ضعيفه. دابا غنصوبو القب. بالنسبه باش نفصلوا القب، كنطراسيو هنا واحد الخط مستقيم، وكنعبروا 40 سنتيم. بالنسبه للجهه اللي كتكون مسدوده 30 سنتيم، كنطلعوا بواحد 30، وهاد كندير واحد النقطه، ومن ديك 40 نقطه ضرب 40 كنحسبوا 26 25 حتى 26 سنتيم. هذيك 26 سنتيم كنقسموها على جوج هي 13، وكنعاودوا نقسموها، يعني ديك القطعه هذيك 26 سنتيم كنقسموها على 4. فالقطعه الاولى كنقسموها على كنطلعوا بها بسنتيم، والقطعه الثانيه اللي لتحت كنهبطوا بها بسنتيم، وكنلاقيو النقاط. هنا كنتاكدوا ان عندنا 30 سنتيم، وكنلاقيو النقاط فقط. وهنا كنكونوا سالينا الجلابه ديالنا بالفصاله. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش خرجت، ولا الا قدرت دابا نوريكم النبات، لان هاد الجلابه هادي غادي نبتها الا قدرت، كيفاش ندير لكم فيديو ديال التنبات. ما كانش المهم نوريها لكم منين توجد ان شاء الله، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.